كابتن أسامة نبيه النهاردة قدر إن هو يكسر عند اللعيبة بالثلاث نقط دول، قدر إن هو يكسر حاجز شوية اللي هو إيه، فترة تعادلات وهزيمة، وقدر إن هو يعني دي هتساعده كتير قوي في المباراتين الجايين. إن هو لأن حتى لو مدير فني وصل أو جه مش هيقدر إن هو يستلم المهمة على ماتش الوداد مثلا، فدي هتساعده كتير قوي المباراة دي في إعادة الثقة للاعبين مرة تانية. تعرف الزمالك ما كسبش من امتى؟ من يوم 25/12 مباراة المحل 4-0. من يوم ده في الدوري 25/12 رسمي، في الدوري ما كسبش مباريات، ما كسبش خالص، ما كسبش حتى في كأس الرابطة، ما كسبش خالص الزمالك، ما كسبش خالص. فانا بكلمك النهارده ان انت تخيلي نادي الزمالك من ساعة كأس الرابطة من 25/12 لحد النهارده، احنا بنتكلم النهارده 2/3 2 مارس، بتتكلمي في الفترة دي كلها الزمالك ما حققش مكسب، ما حققش مكسب خالص. فالنهارده ما نيجي نتكلم ان انت النهارده اول مباراة ليه مكسب، دي في حد ذاتها هي دي البداية الكويسة جدا، هي دي اللي انت كنت مفتقدها، روح المكسب دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها. النهارده حتى لو الزمالك كان متعادل كان جمهور الزمالك مش هيطلع راضي، لانك انت بتفقد نقطتين. الزمالك مش جمهور الزمالك اللي هيفرح بتعادل حتى لو كان خسران 2-0. لكن النهارده ان الجهاز اللي موجود بالشكل اللي كان، انا هفضل اقول الزمالك حتى شكلا في الملعب افضل من المباريات اللي فاتت كلها. الشوط الثاني الشوط الثاني لما 30 دقيقة، لما عدلت المسار 30 دقيقة، لما عدلت شكل الفريق، لما لعبت كل واحد في مكانه، انا هفضل اقول كده. النهارده من اول ما اتكلمنا قلنا يا جماعه لازم كل لعيب يرجع. ايه المشكله يا كابتن ان هو يبتدي كده؟ هو ابتدى غلط، اسامه ابتدى غلط. النهارده لما عالج الغلط بتاعه الزمالك ظبط. النهارده ما اقدرش ان انا كنت الوم زي ما كنت بقول على كارتيرون ان هو بيلعب غلط، فما اقدرش الوم على اللعيبه. النهارده لما اسامه ظبط نص الملعب، ويمكن ده اللي احنا نادينا بيه يا جماعه رؤى، حتى لو مش في مستواه على الاقل هيعرف يقف. اتكلمنا الكلام ده في مباراه سجراد، اتكلمنا الكلام دوت في مباراه الوداد، اتكلمنا الكلام دوت في مباراه سموحه. خلاص النهارده كل اللي احنا بنقوله ده، النهارده رؤى، انا بقول لك اهو هتلاقي جمهور الزمالك مبسوط بيه جدا النهارده. ليه؟ مش هو ده رؤى اللي كان كارتونه حاطه في الثلاجه زي ما كنا بنقول. فعشان كده انا بقول النهارده لازم ان هو يبقى متواجد كل لعيب في مركزه. الزمالك النهارده انا شايف ان الزمالك النهارده مكاسبه من المباراه دي عنده مكاسب عديده جدا 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 جدا. اما استعاده الثقه، جهاز فني جديد، في النهارده في ثقه،